هلو حبايبي، اذا انتم فتحتوا هذا الفيديو فاكيد تبون تفتحون قناة باليوتيوب، تبون تعرفون طريقة التصوير الصحيحة، الاضاءة، الاصوات وما الى ذلك. وان شاء الله بهذا الفيديو راح اعلمكم بعض الاشياء اللي انا مريت بيها والاخطاء اللي تعلمتها، وان شاء الله تستفادون من عندها مثل ما انا استفدت من ناس ثانية قالوا لي عليها، وشوية شوية بلشت من شيء بسيط والى ذلك، وكل فيديو اشوف اخطائي فيها. راح اخذ ان شاء الله التليفون مالتي واصور لكم السيت اب هسه اللي انا شلون قاعده واصور لكم اياه. طبعا شلون اجت فكره اني اصور هذا الفيديو؟ انا قاعده اصور فيديوهاتي حق اليوتيوب، وبالانستغرام قاعده اكتب بالستوري وانا اصور لهم شوفوا انا سويت السيت اب مالت الاضاءه او شيء، فجت لي وايد اسئله، زين شلون الاضاءه؟ من وين مشتري الاضاءه؟ شنو نوع الكاميرا؟ أسئلة وايد وايد. فواحدة من عندهم صرت أجاوب، فواحدة من عندهم قالت لي ليش ما تسوين فيديو؟ فقلت لي والله ليش ما أسوي فيديو؟ دامي أنا هسه قاعدة أصور فيديوهات، تقريبا نويت إني أصور 7 فيديوهات مرة واحدة، تعب مو تعب بس حلو لكم عشان الاستمرارية. فأنا أنصحكم أول شيء الاستمرارية، اللي إذا تردون تستمرون فأتليست فيديو واحد كل أسبوع تنزلونه. أنا هالمرة وهذا السيت أب بس اللي أنا حاطته كنت قاعدة أصور فيديوهات وما كنت ناوية أصور هالفيديو، بس قلت يلا خليني اصور واوريكم شلون السيت اب اللي يصير وشلون تبدون. فبالبدايه انتم اذا تردون تبدون مو عارفين، اهم شيء 3 شغلات مهمه، اللي هو الصوت، جوده الصوره، والاضاءه كلش مهمه. جوده الصوره مو معناته ان راح اجيب كاميرا بروفيشنال، استخدموا تليفونكم، لكن طريقه تصوير التليفون اللي هي تخلون تليفونكم بالعرض، لا تمسكونه بالطول، يعني هسه هذا التليفون لا تصورون بهذا الشكل، لا مسكوا التليفون بهذا الشكل وابدوا تصوير. هذه اولا. ثانيا الاضاءه، بعدكم انتم بادين توكم ما تعرفون انتم راح تستمرون بالقناه ولا لا، فانصحكم اضاءه الشمس، يعني تقعدون قدام شباك وعندكم الاضاءه، صار عندكم الحين اضاءه اوكي، التليفون عرفنا شلون نمسكه. نجي للصوت. الصوت بما ان عندكم تليفون وما عندكم مثلا كاميرا بها ميكروفون او شيء، ممكن تستخدمون الميكروفون اللي انا استخدمه هذا. هذا الميكروفون ربطته على التليفون حاليا، شوفوا انا قاعده اصور لكم اياه، وربطه هذا الميكروفون على التليفون وقاعد اسجل الصوت مالتي. بعدين لما اروح عند الايديتنج احط الفيديو، وبعدين هو هذا فايل صار الصوت، ادزه على الايميل على الكمبيوتر مالتي واحطه تحت الفيديو. شلون اسوي له كونكت؟ انا كنت طبعا بالبدايه ما اعرف اقول لا كلش صعب، لا هي الموضوع كلش سهل. اول ما تفتحون الكاميرا او تفتحون تليفونكم، وبعدين تفتحون ريكوردينج من التليفون، عندكم تليفون ثاني يعني اذا تستخدمون التليفون التصوير تليفون ثاني تسجلون الصوت، وهذا التسجيل الصوت موجود اصلا بالايفون، يعني هذا البرنامج اسمه ريكوردينج. فتحوا البرنامج وفتحوا الكاميرا، بعدين تقولون بس، هاي تضربونها على مود، هاي الضربات تشوفونها الصوت طالع بالفيديو وطالع بالصوت من تحت، تركبونهم مع بعض، فبعدين تمشون الفيديو تمام. من ناحية الإضاءة، أنا ما أقدر أصور دائما بالنهار لأن أنا أم ل4 أطفال، فكلش صعب عندي إنه بالنهار أصور وشي عادي وهاي لا، فبالليل وقت ما ينامون أصور. أخذت لي كورنر بالبيت وحاطة في الإضاءات، الإضاءات هسه راح أوريكم إياها، بس خليني أتكلم وخلص بعدين أوريكم السيت أب شلون مسويته. رينج لايت عندي بالنص، لأن إذا أنتم تريدون تقعدون وتسولفون فرينج لايت مخلية لايتات اللي هي سوفت بوكس على اليمين وعلى اليسار. الكاميرا اللي أستخدمها كاميرا G7X Mark II، اشتريتها يعني وقت ما نزلت سنة 2017، كلش حلوة، يوتيوبرز يستخدمونها، هي حلوة إنها برا يسوون فلوجات برا هم وايد حلوة. داخل البيت ممكن انا اذا اريد بالمستقبل اشتري كاميرا، بس لان الميكروفون انه ما بيها ان تدخلون الميكروفون بيها. طبعا قاعدة اسجل لكم والكاميرا راح تنطفي، قاعدة اسوي لي ان الباتري راح يخلص، فشوية ارتبكت. في ناس لما يصورون يطلع عندهم شادو ظل ورا، فالظل اللي ورا عشان تمنعونه تجيبون لايتات لازم يمين ويسار، والرينج لايت ممكن مو مهم اذا ما تردونه او ما تقدرون عليه لا تجيبونه، بس جيبوا يمين ويسار عشان يجي لكم الاضاءة يمين ويسار، فما في شيء يعطي شادو. ثانيا يكون لايت فوق راسكم، يعني لايت يكون فوق راسكم علشان شنو؟ ما يصير ظل. وبعدين لما تقعدون بالكرسي وراء الحائط انتبهوا انه يكون بعيد، يعني متمدون ايدكم ما تقدرون تمسكون الحائط، فهاي هي المسافه، شفتوا؟ اذا كنتوا قربتوا او كنتوا قريبين على الحائط اللي ورا راح يصير اكو شادو وظل. هاي من الاشياء اللي تعلمتها مع الاستمراريه مع التصوير، واشوف كل يوم عن الثاني ان الفيديوهات شلون اقدر احسنها. حاليا انا قاعده اصور لكم من التليفون مالتي بس على مود اوريكم السيتنج مالتي.
عشان تشوفون يعني اي زاويه بالبيت تقدرون تسوونها. انا هاي الزاويه هنا جبت هاي وخليت بالبيسمنت وخليت هيجي وخليت الكرسي والاضاءه. شوفوا الرينج لايت بالنص، اذا انتم قاعدين تبون تسوون فيديوهات قاعدين تستخدمون الرينج لايت، السوفت لايت، هاي كلش حلوات وكلش مهمات. شوفوا تخلونهم على اليمين وعلى اليسار، والكاميرا مالتي اللي انا قاعده استخدمها اللي هي جي 7 اكس مارك 2، طبعا اشتريتها لمن اول ما نزلت، بس هسه صار في احدث من عندها، فتردون تشترون مثلها جي 7 اكس اشتروا المارك 3 لان بيها الميكروفون مثل ما قلت تدخلونه. انا حاليا الميكروفون اسوي له كونكت مع التليفون واصور. واهم شيء بعد فوق راسكم لازم يكون اللايت. شوفوا انا هنا لازم اخليه، شوفوا انا قاعده اصور بالبيسمنت عمود، تشوفون تقول شنو هاي ناس قف مالتها صابينه اسود ما مسوينه. فاللايت يكون كلش حلو، يكون تحت وين ما انتم تقعدون يعطي اضاءه، وهاي السيت اب الاضاءه. شوف هاي احسن سيت اب الى الان انا سويتها، يمين يسار والرينج لايت بالنص. لما تقعدون وقت قعدتكم لازم تخلون مسافة بينكم وبين الحائط الورا. شنو المسافة؟ يعني لما انتم تقعدون على الكرسي المهم تمدون ايدكم كل ما تمسكون الحائط، فهاي المسافة كل ما كانت ابعد كل ما كانت احسن على مود الظل مالتكم ما يصير ورا ما يبين الظل. فهاي هي يعني هي المسافة تكون بعيدة على مود الظل ما يجي. طبعا انا اذا اريد اصور كذا حلقة مرة واحدة، فاحضر الملابس اللي اريدنها، انزل الميك اب مالتي معاي، الاكسسوار اللي اريد احطها، واهم شيء اكون قبلها باسبوع انا محضره شنو الفيديوهات اللي اريد اصورها وشنو اللي اريد انزلها اكتبهم، عرفت شلون؟ حتى ما انسى شيء، ما اتلخبط وقت التصوير. لو تلاحظون هنا الكاميرا مالتي شوفوها فليب اب، هاي وايد سهله فلوجينج اوتسايد انكم تمسكونها بايدكم ما مو برا من هاي الجهه، عشان سهله انكم تمسكونها يمين يسار. اوكي لو تلاحظوا شوفوا السيتنج مالتي هنا الايزو، اذا كان اضاءتكم كلش كلش قويه وعدكم فوق كلش قوي فسووه 200، انا سويتها 400، قبل كنت قاعده اسوي 250، بس هاي الفيديوهات اللي هسه انا قاعده اصور، طبعا انا قاعده اصور تقريبا 6 أو 7 فيديوهات مره واحده، فقاعده اجرب ال 400 شلون راح تكون الاضاءه. هنا الابتشر هاي انقلبت، ويت، هنا الابتشر 1.8، يعني هو 1.6 1.8 هو زين، انا اقل شيء عندي اياه بكاميرتي 1.6، وهنا نسيت شنو هو الوايت بالانس، يمكن المهم 1:60 تحطونه. وهنا حاطه الفيديو مانيوال استخدامه، ولما تصورون عينكم على هنا مو هنا، تشوفون روحكم وين، يعني خليني اوريكم، هلو، يعني عينكم وين؟ عينكم هنا، لأن وقت ما تصورون وتكون عينكم على الشاشة يبين مو حلو، كلش مو حلو، انتبهوا حق هالنقطة، لا تشوفون نفسكم وانتم قاعد تصورون، بس خلوا هاي الشاشة هيجي لكم، يعني بس على مود تشوفون نفسكم انتم صح ومرتبين نفسكم وغلط. الخلفية اللي ورا حطوا أي شيء تردونه، أي ديكور، يعني أصلا مش جايبة شجرة هنا خالته وخليه هيجي مرايش كديكور، حتى لو بدون أي شيء هم عادي، يعني عادي، مو يعني تهتمون لازم أنا بيتي يكون حلو ولا لازم يكون مرتب، ترى هي الزاوية بس من البيت كله. No, I'm doing, I'm قاعدة أصور فيديو. فالأولاد أكيد يضوجوني كل ساعة، يجون علي أنا هناك كل ساعة يضايقوني، مرات أصرخ روح وصعد فوق، يعني ما تقدرون تكنترولهم، بس شو أسوي، شغلة أحبها وأحب أصور. هنا صايرة هاي البلياردو، تشوفون أنا مدنيتها هنا على مود أقعد هناك وأصور. الترايبود اللي استخدمه عشان يمسك لي الكاميرا، هذا حلو انه يمسك لي الكاميرا ويمسك هم التليفون. وهنا هذا ينفتح منه، هم اشتريته من امازون، يعني ممكن بس اجيب الكاميرا واركبها هنا اذا اريد على طاوله مثلا اصور. هذا الرينج لايت مشتريته من زمان، ما عليكم بالهوسه هاي، ترى انا قاعد اصور، ترى قلت لكم هذا الرينج لايت لما تشترونه هنا تاكدوا هنا اكو مثل الشيء عشان تثبتون الكاميرا. انا من اول ما اشتريته ما كنت منتبه وما اعرف، ما موجوده اصلا، وجايبتها من الامارات، وشوف هنا المحوله تحول الكهرباء، لان الكهرباء الدول العربيه غير عن كهرباء امريكا، اما هذين اشتريتهم من امازون من امريكا. خليني اوريكم شوفوا شلون من داخل الاضاءه كبيره، شوفوا اللايت مالتها كلش كبير، شوفوا ما يبين، فهذا تحطونه عليه عشان ما تصير الاضاءه كلش قويه على الوجه، تسوي سوفت شوي ناعم على الوجه فتغطونها، هو يجي وياها وتجي معاهم
جنطه يعني، فكلش حلوه تقدرون تسكرونهم وتحطونهم وتستخدمونهم مره ثانيه او تنقلون من مكان الثاني. طبعا كلش كلش مهم انه يكون عندكم بطاريه ثانيه، لان هسه انا قاعده اصور وخلصت البطاريه توني غيرتها وحطيت بطاريه ثانيه، فالحمد لله نعمه يعني. فغاية من الاشياء اللي تحتاجونها اذا كان عندكم كاميرا تحتاجون بطاريه ثانيه، وخليني اقول لكم اذا تريدون تشترون كاميرا تركزون الكاميرا تكون 4K بها واي فاي، عشان مثلا الريموت تسوي لها كونكت مع ريموت تشغلونها وتطفونها، مو مثلي انا مثلا ادوس من ورا اشغلها وارجع اقعد واشوفها وبعدين اتكلم. بيها مكان تخلون بيها ميكروفون. بالنسبه لي انا حاليا ما مأذيني هالموضوع، لكن انتوا اذا انتوا نويتوا تشترون كاميرا يعني بعد ما جربتوا بالتليفون وعجبكم الوضع وتبون تكملون، فانصحكم بهاي الكاميرا يعني. دون شوفوا انتوا كاميرات يعني هاي المواصفات اللي فيها. كاميرات وايد عندكم، كينون عندكم، سوني، بس انا وايد احب كينون لان اشوفها وايد سهله. نيكون احسهم كل صعبات حق بروفيشنال. طبعا اكثر الاسئله اللي تجي هم انا مثلا ما عندي مكان حلو، ما عندي بيت، بيتي مو مرتب او بيتي صغير، شلون اصور، شلون الخلفيه. انتوا بس تخيلوا ترى هو شاشه هيك مستطيله يعني راح يطلع، ما راح يطلع البيت كله، حائط حائط فاضي عادي يعني، بس اهم شيء يكون بعاد عن الحائط، هو اللي راح يطلع بس هذا المربع اللي بالشاشه، ما راح يطلع اكثر. فلا تحاتون ولا تفكرون اه شنو اسوي ما اسوي، عادي حائط ابيض ورم ابيض او اي شيء لون فاتح يعني. حتى لو عندكم قطعه قماش، اذا شفتوا مثلا الحائط مالتكم اسود غامج او شيء تردون شيء فاتح، قطعه قماش جيبوها وخلوها، شرشف هم جيبوه خلوه عادي يعني. يعني اهم شيء هو بالنهاية المحتوى، محتوى الشخص اللي راح يقدم هذا الفيديو شنو موجود. ناس وايد يقولون يا الله ما عندي مشاهدات، ما قاعد توصل مشاهدات. انت سوي اللي عليك، حط محتوى، محتوى حلو، ناس تستفاد من عنده، ناس تتعلم من عنده، حط يعني اضاءة حلوة، صوت واضح، مع الوقت تجي المشاهدات. يعني المشاهدات يراد لها انت وحظك. في ناس والله من اسبوع اسبوعين او شهر شهرين صعدوا وصار عندهم مشاهدات وصاروا مشاهير، وفي ناس قاعدين يشتغلون على حالهم سنتين ثلاثة واخذوا الوقت معاهم. فهذا يعتمد بالنهاية على الحظ. إذا أنت كل شيء مسوي بيرفكت وكل شيء وعندك محتوى هاي، فيراد للصبر، صبر الواحد يصبر يعني على ما في عنده مشاهدات عالية، ناس تحبه وما إلى ذلك. فأنا أقولكم يعني أنصحكم أنكم بلشوا شوي شوي، بلشوا بتليفون عادي، حتى لو كان عندكم أخطاء، حتى لو شفتوا أن الفيديو أنه ما عجبكم أو أن الإضاءة مو حلوة، ما يخالف، بلشوا نزلوا. كل ما تنزلون فيديو راح تشوفون أخطائكم، يعني قاعد تشوفون الغلط وهنا بتصلحونه بالفيديو الثاني، فما الى ذلك يعني، الى ان توصلون درجه انه اوه خلاص صار عندكم رضا كافي عن الاشياء اللي انتم قاعد تسوونها، عن الاضاءه، عن التصوير، عن كل شيء. حبايبي اتمنى هذا الفيديو لو بقدر شوي جدا بسيط قدرت اني افيدكم، مثل ما انا استفدت من اليوتيوبرز اللي قبلي واشوفن فيديوهاتهم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو هيك خفيف وحلو، وانا جاهزه باللي اقدر عليه. اذا عندكم اي اسئله اي كومنت عادي اكتبوا لي بالكومنت تحت، ولا تنسون تتابعوني بالانستغرام، هناك انا وايد يعني ارد وايد وعندي ستوريات يوميه انزلها، فاذا حابين تتابعوني تتابعون عيلتي تتابعون الفلوقات اللي انزلها. وبنهاية هذا الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية والاستفادة يا ربي، إن شاء الله أنكم تستفادون من هذا الفيديو. أشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة. كانت معاكم زهراء، لا تنسون أنكم تشتركون بالقناة وتضغطون لايك. أحبكم، باي باي.